أهلا بكم متابعين الأبطال. تشاهدون اليوم السيدة الغامضة التي سرقت حذاء من أمام منزل إلى المنزل الذي تطرق أبوابه ليلا، وحتى المدرسة المهجورة التي احترقت وسكنت بالأشباح، والكثير من المقاطع المرعبة. تصحبكم ولاء محمد فقط في العالم الخفي. التقطت كاميرا المراقبة الموضوعة أمام أحد المنازل شيئا حقا مرعبا، فلقد ظهرت سيدة غامضة تسير ببطء حول تلك الدراجة التي أمام المنزل. لكن المرعب أنها فجأة نظرت تجاه الكاميرا بعيونها المرعبة والتي لا تشبه العيون البشرية، فعيونها تلمع كاملة. انحنت تلك السيدة وأخذت تبحث في الأحذية حتى أخذت حذاء وابتعدت بهدوء في الظلام. البعض ممن شاهد المقطع قال أن تلك سيدة حقيقية سرقت الحذاء وابتعدت، والبعض قال هيئة تلك السيدة سواء شعرها أو ملابسها لا توحي بأنها سارقة، والبعض الآخر تساءل أن نظرات تلك السيدة تعرف تماما أين الكاميرا، وعلى الرغم من ذلك تنظر للكاميرا بكامل وجهها دون أن تحاول إخفاء ملامحها، فكيف تفعل ذلك دون أي خوف؟ تلك الكاميرا الأمنية رصدت امرأة مخيفة تسير ليلا في الشارع. المرعب ليس تواجدها ليلا وحدها، إنما طريقة مشيها وأرجلها المرعبة والتي عند تقريبها كانت الصدمة. فلقد كانت أرجلها مثل أرجل الماعز والخراف، تنتهي بحوافر مرعبة. فهل كانت تلك المرأة من الجن وتتخفى بهيئة بشرية؟ شاركوني برأيكم في التعليقات. الكاميرا الأمنية التي بغرفة الحاسوب التقطت شيئا مرعبا، فبعد خروج مهندس الصيانة من الغرفة بعشر دقائق حدث شيئا غريبا، فلقد فتح الباب من تلقاء نفسه ثم أغلق مرة أخرى. بعدها عاد مهندس الصيانة مرة أخرى، يبدو أن هناك أمرا ما يحدث، وأرادوا أن يرجعوا كل شيء لطبيعته ثم خرج، فتكرر مرة أخرى فتح الباب وإغلاقه من تلقاء نفسه. بعدها سقط شيئا على الأرض وأغلق اللابتوب بعنف. حتى أنه ظهر وجه غريب ينعكس على شاشة اللابتوب قبل إغلاقه. ثم تحرك بعدها ظلا أسود على الجانب الأيسر من الجدار، وسقط شيئا كان معلقا بجانب الباب على الأرض. وتم إعادة فتح اللابتوب كما كان. بعدها حضر أحد مهندس الصيانة ليرى هل كل شيء على ما يرام، وغادر دون أن يعرف ما حدث سابقا. التقط أحد الأشخاص فيديو لقطته وهي تلعب أمام المرآة، ولكنه لم يكن يتوقع أن يسجل شيئا مرعبا، فالقطة تنظر إلى نفسها في المرآة وتعتقد أن من تنظر لها قطة أخرى.
إلى الآن كل شيء طبيعي حتى حدث هذا. فحينما التفتت القطة تحركت صورتها في المرآة لتنظر لها نظرات مرعبة ثم تعود لوضعها الطبيعي. الحكم يرجع لكم إذا كان حقا ما حدث حقيقي أم هي مجرد خدعة تحرير متقنة. وتلك القطة تظهر وكأن شخصا خفيا يرفعها للأعلى ثم ينزلها برفق. العجيب أن القطة لم تنزعج من الشخص أو الكائن الخفي الذي رفعها وكأنها تألفه جيدا. أما هذه القطة قام شيئا خفيا بتخويفها حينما ثنى عليها سجادة صغيرة كانت تنام عليها. حقا مسكينة تلك القطط. أحد الكاميرات التي وضعت بإحدى الغابات قامت بالتقاط شيئا مرعبا، فلقد التقطت حيوانا غريبا يشبه الوحوش المرعبة التي تظهر بأفلام الرعب، فهو لا يشبه أي حيوان نعرفه، فماذا تعتقدون أن يكون؟ شاركوني برأيكم. صاحب هذا المنزل يشتكي من أصوات غريبة لطرقات على باب منزله الأمامي والخلفي، وقام بتسجيل ما يحدث معه يوميا ولا يجد له تفسير. في البداية يسمع صوت طرقات ويتساءل: أهلا، من هناك؟ فلا أحد يرد ولا يوجد سوى طرقات عالية، فيقوم بفتح الباب فجأة. الصدمة: لا أحد. وحينما خرج لم يجد أي أحد. فعاد للداخل وأغلق الباب لتنتقل الطرقات للباب الخلفي الثاني أيضا دون أن يتواجد أحد أمامه. فماذا يمكن أن يكون ذلك الكائن الخفي الذي يقوم بالطرق؟ وما الذي يريده من صاحب المنزل؟ شاركوني برأيكم. هؤلاء المستكشفين ذهبوا لأحد المنازل المسكونة والتي قتل فيها طفل بحادثة مأساوية، وقرروا استكشاف المكان للتأكد من الأقاويل التي تؤكد ظهور الطفل المتوفي بالمكان. ظلوا يتفحصون المكان دون ظهور أي شيء غريب، ولكن فجأة بدأوا يسمعون أصواتا غريبة تأتي من الخارج. وحينما ذهبوا للخارج صدموا وفزعوا مما رأوا. فلقد صرخ أحد أفراد الفريق بعدما شاهد طفلا صغيرا ينظر عليهم عبر السياج
ولكن سرعان ما اختفى، فأخذ المستكشفين أدواتهم وغادروا المكان مذعورين. Meu Deus do céu, você não sabe o que eu vim ali, cara. Calma, cara. Eu vim ficar ali, eu vi uma criança. من إحدى الشقق المسكونة والتي يشتكي صاحبها من سماع أصوات تأتي من الحمام، تم التقاط مقطعاً مرعباً. قام الرجل بفتح الباب الزجاجي لكابينة الحمام وتفحص المكان من الأسفل للأعلى، فكان فارغاً تماماً ولا مكان ليختبئ به أحد، ثم أغلق الباب. بعدها حدث شيئا تشيب له الرؤوس، فلقد ظهر جسدا خلف الزجاج يشبه الجسد البشري، يقترب ثم ابتعد وكأنه طار للأعلى. فتح الرجل الباب بسرعة ليرى، لكن لا وجود لأي أحد. فيا ترى هل ذلك ربما يكون حقيقي أم مزيفا؟ شاركوني برأيكم. إحدى الكاميرات الأمنية بأحد المطاعم في كاليفورنيا التقطت شيئا مرعبا، فبعد إغلاق المطعم ليلا شوهد ذلك الطيف يظهر فجأة من العدم ثم يختفي عن الأنظار خارج إطار الكاميرا. صاحب المطعم قال أن سبب تفحصهم للكاميرات أنه يومياً يتم سرقة مخزن الطعام، فأفزعهم كثيراً رؤية ذلك الشبح. هذا المستكشف الروسي قام بزيارة مدرسة قديمة ومهجورة والتي وقع بها حادث أليم بأحد الفصول الدراسية. قال أحد الناجين من الحادث أنه قبل الحادث ظهر ظل أسود لامرأة بأحد أركان الفصول والتي توفيت بذلك المبنى قبل أن يتحول لمدرسة. بعدها حدث حريق ضخم اندلع من ذلك الفصل وامتد لأجزاء كبيرة من المدرسة، وراح ضحيته الكثير من التلاميذ والتلميذات. فقرر المستكشف تفحص المكان، وقرر عمل جلسة بجهاز الإي جي إف ليتواصل مع الأرواح المتواجدة بتلك المدرسة. وكالعادة قام بتثبيت كاميراته بعدة أماكن وبدأ بجلسة الإي جي إف، وبدأ بطرح الأسئلة: هل يوجد أحد هنا من عالم الأرواح؟ فجاء الرد: نعم. تساءل: من أنت؟ فجاء الرد: أنت لا تعرفني. فتساءل: لماذا أحرقت المدرسة؟ فسمع صوت يشبه صوت الصرخات يأتي من الجهاز، ثم جاء الرد: هم من فعلوا ذلك بي. فتساءل: ماذا فعلوا لك ومن هم؟ فجاء الرد: أحرقوني. فتساءل: من هم؟ فجاء الرد: هم في القبو. فتساءل: أين هذا القبو؟ فلم يأتيه الرد. وفي تلك الأثناء بداخل المدرسة رصدت إحدى الكاميرات الأبواب تفتح وحدها، بعدها بدأ المستكشف يتوجه لداخل المدرسة والتي بدت متهالكة
ليبدأ رحلة استكشافه. تعجب من فتح تلك الأبواب وحدها رغم أنها كانت مغلقة، وبدأ يبحث عن القبو الذي تحدثت عنه الفتاة، ودخل لإحدى الغرف وبدأ يطلب من الروح التي تحدثت معه أن تعطيه علامة ليذهب ويبحث عن القبو في مكان آخر. وجاء الرد كالآتي: بعدها توجه للغرفة الأخرى وقرر الهبوط بالفتحة الصغيرة التي وجدها. وحينما هبط وجد قبوا كبيرا يشبه الملجأ، فبدأ في استكشافه. فوجد به حمامات وبهوا كبيرا، فقرر الذهاب لإحضار جهاز الاي جي اف وكشاف لعمل جلسة بالقبو. وبدأ يتساءل: هل أحد هنا من عالم الأرواح؟ فجاءه الرد: نعم. فتساءل: من أنت؟ فجاء الرد: أنا مرة أخرى. فتساءل: أنت من أخبرتني عن القبو؟ فسمع صوت هدير بجانبه. ثم سمع صوتها تقول: إنهم هنا. فتساءل: من هم؟ بعدها حدث شيئا مرعبا، فلقد انطفأ المصباح وسمع المستكشف صوت أقدام وكأنها لأشخاص كثيرة تجري بالمكان. ثم فتح الضوء مرة أخرى ليتساءل: من هم؟ دون أي إجابة، بل بدأ يسمع بالجهاز صوت موسيقى قديمة، وانطفأ الضوء مرة أخرى. وسمع نفس الصوت يقول: إنه فخ. فتساءل: هل استدرجتني هنا عن قصد؟ وبدأ الضوء يفتح ويغلق وحده. وأحس المستكشف بالرعب وقرر أن عليه الابتعاد عن المكان. أخذ الكشاف محاولاً الخروج، لكن الصادم أن الفتحة التي دخل منها أغلقت تماماً ولا مكان للخروج. رجع المستكشف للجهاز وتساءل: ماذا تريدين مني؟ فجاء الرد: روحك.
أحس المستكشف أنها النهاية وأغلق المصباح. حاول تشغيله دون جدوى وبدأ بسماع ضجيج عالي. أخرج ولاعة كانت في جيبه محاولاً أن تنير المكان، ولكنها أيضاً أطفئت. فطلب ممن بالمكان السماح له بالخروج. فجاءه الرد: ولا تأتي. ثم فتح الباب وكأنه لم يكن موجودا. قرر المستكشف أن جاه بحياته وأن ينهي تلك الجلسة فورا، فعاد وحمل أدواته ورحل سريعا. حقا يا له من أمر مرعب. وفي النهاية أتمنى أن تنال المقاطع إعجابكم. في أمان الله.